السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي نبهان. بهذا المقطع الفيديو حابب أخبركم خبرين بخص المنحة الخاصة بالأوقاف التركية للطلاب الجامعيين اللي معروفة بمنحة الأوقاف. تمام؟ هلا أول فكرة، المنحة صدرت نتائجها للطلاب الأجانب المسجلين عليها. تمام؟ فأي حدا أجنبي مسجل عليها تمام يشوف النتيجة. طبعا رح يكون الرابط اسفل مقطع الفيديو. هلا الخبر الثاني بالنسبه لمنحه الوقف للطلاب الاتراك، طبعا من فتره ظهرت النتائج للطلاب الاتراك تمام او السوريين الحاصلين على الجنسيه التركيه اللي وصلوا رفض تمام، ووصلوا رساله SMS مثل هاي الرساله اللي انا حاليا ظاهره امامكم، فهذا يعني نوعا ما بشاره خير. الرسالة بتنص على الشكل الآتي، انه في فورم اللي هو موجود باللينك اللون الازرق، تضغطوا عليه بتحملوا الفورم تطبعوا ماشي. هذا الفورم شو بيعني؟ هذا الفورم بيعني انه انتو راح تعطوا الاذن لادارة المنحة حتى تتحقق عنكم اكتر وتحصل معلومات عنكم اكتر وتثبت انه انتو فعلا تستحقوا المنحة ولا لا. فلهيك ضمن هاي الرسالة موجود العنوان اللي لازم تسلموا انتوا عليه هذا الفورم، او بتروحوا عليه باليد او من خلال البيتيتي. هلا بالنسبه لهي الرساله تمام، العنوان هو بغازي عنتاب تمام. شو كاتبين اخر الرساله؟ غازي عنتاب وقفلر بولجا مدرليو، وفي رقم هاتف للتواصل. طبعا عنوان وين؟ بنص الرساله مكتوب انه الفورم لازم توصلونا اياه، اخر حد هو 22/1، العنوان اللي هو انجلي بينار مهلا السما مامر اكسوي بلوفور نوت ماني شهيد كامل غازي عنتاب. اما بنروح على هذا العنوان نسلمه باليد تمام، يا اما بنبعته من البيت اذا كنا مقيمين خارج مدينه غازي عنتاب. هي الفكره. فاي حدا وصلته مثل هي الرساله تماما ينتبه للعنوان ومباشرة يا أما يوصلوا باليد يا أما يبعثوا لألن وينتظر النتيجة، وإن شاء الله استبشروا خير وكل التوفيق وكل الخير لجميع الناس. ولا تنسونا من دعاكم.